بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبناءنا وبناتنا الخريجين والخريجات، أعزائنا أولياء الأمور، إخواني وأخواتي أعضاء هيئتي التدريس والإدارة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وذويكم في حفل تخريجكم من دفعة الفصل الأول للعام الدراسي الحالي من الجامعة الأمريكية في الشارقة، المتزامن مع بداية عام جديد أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات. وهذا العام الجديد بالنسبة لكم أبنائي وبناتي الخريجين والخريجات يرمز لبداية جديدة وخطوة هامة نحو مستقبلكم. أبارك لكم ولذويكم هذا النجاح. السادة الحضور، إن هذه البداية هي أيضاً مناسبة للجامعة الأمريكية في الشارقة كي تسترجع ما حققته في عام مضى وتبحث ما تعتزم تحقيقه في عام مقبل. ولعل من أهم ما يمكن لجامعة أن تصبو إليه هو مواصلة الارتقاء بالمستوى الأكاديمي لطلبتها وأساتذتها، والذي برهنته الجوائز الأكاديمية والإبداعية التي فاز بها طلبتها وأساتذتها في المسابقات الدولية المتخصصة على مدار العام المنصرم، إضافة للأعداد المتزايدة من خريجي الجامعة الأمريكية في الشارقة الذين قبلتهم أشهر الجامعات في العالم لمواصلة دراساتهم العليا فيها. ولا يفوتنا أن نشير إلى عامل مهم آخر، هو تزايد إقبال الطلبة المتفوقين من مختلف دول المنطقة على الالتحاق بالجامعة. إن المقياس الآخر للنجاح فيكمن في التطور الكبير الذي نشهده في علاقات الخريجين بالجامعة داخل وخارج الدولة بعد أن تم استكمال اللوائح والقوانين المنظمة لهذه العلاقة، وتم انتخاب مجلس الخريجين وافتتاح روابط الخريجين في العديد من المدن داخل الدولة وخارجها. ويمكن أن أجمل مؤشرات النجاح الأخرى بما شهدته الجامعة على مدار العام المنصرم من حراك أكاديمي وثقافي واجتماعي وطلابي ورياضي مكثف ومتواصل، شمل تنظيم المؤتمرات الدولية في الحرم الجامعي بحضور الباحثين المرموقين من مختلف دول العالم، إضافة إلى المشاركة المكثفة لأساتذة وطلبة الجامعة في المؤتمرات الدولية في الداخل والخارج في مختلف المجالات على مدار العام. والراصد لهذا الحراك يشهد قيام الطلبة بالرحلات الدراسية والرياضية والإنسانية والميدانية لمختلف القطاعات الإنتاجية في مختلف دول العالم وفي الدولة، كما يشهد قيام الجامعة بتنظيم الدورات الأكاديمية والمهنية المتخصصة لمختلف قطاعات المجتمع وتوقيعها اتفاقيات التعاون مع معظم الهيئات والمؤسسات الفاعلة، إضافة إلى الزيارات الميدانية المكثفة إلى الحرم الجامعي من فود تأتي من داخل الدولة ومن خارجها. الحفل الكريم، إن أبرز ملامح المرحلة المقبلة من انشغالنا بتأسيس المجمع التكنولوجي للجامعة الأمريكية في الشارقة وفق أحدث المعايير العالمية بما يعنيه ذلك من تخطيط الرؤية وتنفيذ المشروع. وبهذا نطمح أن تكون جامعتكم مؤسسة للبحث العلمي الرائد في المنطقة بعد أن تم ترسيخها كمؤسسة رائدة للتعليم العالي
في المنطقة. أبنائي وبناتي الخريجين والخريجات، أنتم خير من يمثل جامعتكم في مختلف أنحاء العالم. كونوا الدليل على مستواها الأكاديمي العالمي، كما أوصيكم أن تحملوا وتحافظوا على مبادئ السلام والتسامح والمحبة والتفاعل الثقافي الذي شهدتموه في الجامعة طوال مرحلة دراستكم فيها. أما الجامعة فستوفركم المساندة والدعم المتواصل. وأود في الختام أن أشكر إخواني وأخواتي أعضاء مجلس الأمناء وأساتذة الجامعة وإدارتها وجميع العاملين فيها على جهودهم المستمرة في الحفاظ على المستوى الأكاديمي المتميز للجامعة. نسأل الله التوفيق لكم ولنا في كل ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.